السلام عليكم ورحمة الله، أنتم إيش حالكم؟ وياك لباس يا الخير مواسين. أنا مسلم عليكم من مقر هيئة الإحسان، المتكلم طبعا رئيس الجمعية. المهم عن ضرك عندنا موضوع، ويارتكم كاملين يدوموا معنا فيه وتعودوا يقظي، والنداء موجه للأمن العام بصورة عامة، موجه لمفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني. اللي تقولوا هون صفحات وهميين، ولا يرد عليكم الطريقه اللي فتنا احنا جربنا بها حاله سابق هذا، وعرفنا احنا بطموقنا من القانون شي لاحقنا منه وشي لاحق اهل المريض، وذوك بعض الامور كامله مفصله لكم. مهم عن اول حاله نكتشفها فهم جمعيات وهميين، هم قاعد يتموا صفحات وهميه اللي يعقوا القلب وسامي بشر جمعيات، وهالحقيقه ما يقدر يسكت عليه. انا من نفسي يعلم مولانا اني شهر السادس ولا السابع دي فيها الواب والحمان، رفدت وغربية طعين ليشير مريض عنده 7 سنوات، وذو النهارات كان مكروج يصفي بقهورا مورتو، ودويتو موفرتهم الجمعية كل 6 أشهر كنا نوفروا له دويتو ساق الدولة توفرهم شفاه الله. مشيت وحسست والدته قالت لي مال الله مالي عالمة به ولا نشكي، عنده الحق واللي للي يطلب به للي يجبر يعطيه له اللي يساعدنا في النقل ويساعدنا. المهم علي انا مشيت وعدلت الشكاية باسم هيئة الإحسان لمساعدة المرضى، والحمد لله على التجربة. التجربة كانت متعبة وكانوا نهارات حامية، قال الحمد لله اللي تجربة قبضناها. يعني جيت الوكيل الجمهورية وطرحنا ملف قلنا عن هذا محتال، جيت لكم يسألك صب قالوا لي البيج اللي فهم عن نقيس الوكيل، يعني نفوت نقيس الوكيل راني نرجع لهم هو يدور ينكر. المهم عن قست باطل ايام الحرين والوقت حاجد انه ينر، والوكيل الجمهورية قفل كاتر على اني عدلت الامور كامله شطرانه وتواقط ونقيس اوكسيبير وتخسر دي الكلمه ونرجع ونعدلها. المهم عني اكسيديريت انين دوزر ثنتين زوال جاهز ذاك من الروافة مقطرة من عندك الوراقات اللي عند بي ام دي من وكيل الجمهورية، وخصنيش ونرجع مولي يا اخي انا نضحي فيه ياكل مريض راه حقه وياكل عمل خير يتنظم. اعلنني اني جيت وقالوا لي هذا ما يعنيك، يعني هالمريض وتوفوا خبطتني صدمه شويه، غير قلت عاجي ام المريض موجوده لان مرقضات من قبالها كهرب، نقول لها تمشي الكرفانديت على واتساب ونعدل لها الملف على انها تعود هي الشاكي، واذا كان معدل فانت بارك الله في اسرع وقت ممكن. ام ساكنه بنتك قبل التاكسي كهرب وقامت جايه، وجينا الوراقه وعدلناها باسمها هي وسينات، ومشات وطرحت ملفها. جدون ويكند منين جيماس جينا الكوميسار الاكسر وقعدنا مع كوميسير وشاف والدة الطفل وردت عليه الاخبار كامله، ونعتنا له كابتشيرا ذكراه. هني جاي الوكيل قالنا نرجع نجيبوا دليل، عدنا له كابتشيرا ذكراه من ديك الصفحه المحتاله فاتيس شيخ والله شي بعد منك الاسامي، وجبناه للوكيل ومشى حل الملف الكوميسير الاكسر. اذا ظرف له 3 أشهر الملف متوقف عند حاله، والمحتال ما انكر ويفتح الصفحات يوميا. وتو المهم جيت الوكيل بكل عفويه، انا الحمد لله كوميساريات وذوك الامور والقانون ما نمشي قط دخلته. قال جيت شوي من حر، قلت له نحن ضرب جمعيه هني يقبض حد من صفحاتنا مريض عندنا، ونعرف انه ذوك انسان محتال وذوك واهري واضحه ما نقدروا نتكلم. قلت له انتم مكبرين لي الدين، عملت له بهذا غضب شوي. قال لي اللي هو وكيل الجمهوريه قال لي على اني كيف زاد على اني ابتزيته والله كيف شي الكلمه ما يغلط نقولها له، ومازال من بعد معتذر له عليها. قال لي بكل هدوء قال لي انتم كجمعيه ما يعنيكم، اذا بقى اي حد يقبض بوسترات من اي شطتكم من مرضاكم ينشرهم على قدرهم ينشرهم على كل دار، انتم ما يعنيكم، يطيح لكم كلاس يعني المريض ويعني حد محتال عليه متبرع ومرض عني. قال لي هذا انا من المنبر شاكر وكيل جمهوري على اسلوبه اللي يقعد ما همونك يا غير بعد قبلنا منه درس مونك عن جد خالق اني عرفت عن احنا كجمعيه لان لا نغت لنا فيه ولا جمل يا غير بعد اللي علينا نشوف صفحه مستعاره كاتبه بمريض محتال ولا رقم محتال عن نشره على صفحاتنا، ولا تتماحي الشم اللي نخلي ذاك الرقم فهم اللي يطلب مريض له سنتين ولا يعرف اللي معاناه يا رحم المريض اللي رتحم ما يعرف مدى الالم اللي يجبر، وذاك الورم اللي كان في الشدقه رحمه الله علينا وعلى سنتين رتحم تحت طبق التراب تا
تميت اليوم الصفحة إني مشي على رجاج على واتساب ودخلت المجموعة وقلت له عن الكذب عن المريض له سنتين تحت طبق ترى وتبان بحال مشهور المهم عن عدد كابتشر ذاك راح نشره في جروبات وذاك شرط لكم على صفحتي وراجم عندنا عن المدونين عدلوا ضجة المدونين توم تعدلوا ضجة على الجمعيات الخيرية اللي موجودة اللي مقراتها موجودة اللي تحصل المرضى بشق الأنفس اللي خلايا وذرايا ولهم سنوات معاكم وتعرفوا بلادهم كلكم اللي تعدل شي صالح ترموه بشي لا أساس له تباركوا على الصفحات المستعارة نتوخوا منه الأشخاص اللي ورادوا أنا هذه الصفحات ما تيت مطمئن لهم بهم اللي لهم الصور اللي لهم مازلت سنوات عندهم مع أنهم يجوا عدلوا من شق الأخرى يجوا عدلوا هذا رافد من الرعب منذ الصفحات اللي بشكل يومي لا فهم جمعيات لا فهم معليات ومتبهبير لعياط الصفحات ما قدرهم في شيء وفاتوا صفحات الأسبوع الماضي يفهم الجمعيات قاعد لا يمشوش كل وكيل وترجع عنا لك من ذا المنبر طالبه المريض أراني عندي أرقامهم وندور إن شاء الله أيكم عنده سيارة يجيني ونتاصلوا بهم ونعطوا لهم ولدهم اللي له سنتين مرتحم على إنه يطلب به ونعطوهم الرقم الشخص اللي يطلب به هذا هو اللي راجين عن هذا تعود هبة تبغوا ذاك الرقم اللي ناشر يطلب مريض له سنتين تبارتاجوا كامل على صفحاتكم كل حد يقرا على المنشور الرقم يديروا على صفحته وياك تعود له درس وياك الدولة تنبه وياك المحسنين يتنبهوا وهذا فيه ضرر نحن كجمعية نحن حد جانا ما نريد نقول له نحن ما تنبغي ننشر بصورته إذا انتشرت لا كتبه الناس ما يتفاعل معاه ولا يتبرع وما يريد مغلو قانون بس الحل الوحيد المحسنين ما هو قابل عليه بالطب ولا ما تروح تمشي فري جاهز المرضى إلى جا حد لا يداوى به مع الوسيله الوحيده اللي يدخل بها المريض تنقبض صورته ويطلب به لغير موليات وتحد كامل المحتال يوقف عند حده ما يعرف عن هذه حياه البشر على انه ما يهزل ولا يلطي شيء احتيال ولا يلطي يسكت عنه ولذلك اللي نحن بدنا نعدلوه انا الصفحات كنت شيء كامل في الحس والله شيء ما هو مضبوط ما نبقى نجي على صفحتي ولا نبقى نسول عنه يا غضب مستعد وقاطع فيه راسه على انه يشوف حد محتال على انه دور نشر ونشر ارقامه ونخلي يفهم في الصفحه لعل وعسى تدخل الدولة تعدل شغلتها ولأني دا بوجهه كما قلت لكم الأمن العام وموجهه وزارة الشؤون ومفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني يتقبل منكم إن شاء الله وشاركوا تشاركوا إياك وعود عبرة لغيره على أن هذا مستلم ما أنت مسافرته تقدر تطلب مريض تقبل الصفحة وتقدر تقبل غير رقم فهم والدولة ما مكلف هالشيء أي كشف رقم يعرفه ملاه يعرفه أين تنقبض يعرفه البلاصة اللي ما تروح فيها مولي حالة الرقم انقبض الدولة تعرف ذاك الرقم كان عند من بالضبط وأي دار كان يدخل وأي دار كان مع راجع عند مولي أنا توفيق والتيسير للأمور حقا نحن كجمعيات يمرضنا نفسيا احنا عندنا حالات فحصين مريتين وعندنا شمل المرضى كلهم متراكم على ايجار المنازل لهم ان ثلاث ايام مكبلين اللي يجي نطلبوا به الكتبه ما بين راولوا الفوقيه تجيك من قضيه تراعي في رقاج محتال الزمنا احنا والزم المريض يا قال بعد حسبي الله ونعم الوكيل ما تمشي ابدا اللي عندنا نقدر نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل هذول الاشخاص اللي يفتحوا صباحات قلوبهم كالحجر يطلبوا بحد فات عليه وقفتين وسنتين كيف سترى هم يطلبوا به لا يليعوا ذويه ويليعوا نحن اللي قطير باشرنا هنا عرفوا ذاك ليلة من رحمة الله علينا وعلى والدنا الإسراء مع أني من ذا المنبر ما قدرت أمسعى مع ذا البث وطلعت لكم كاملين وطالع للمدونين المدونين توم العمل الخيري ما كنت مرقين في شيء وهلوا تمخطونهم الأصباع فؤاد الصفرة انهاروا ذا ممقط فيه الأصباع ناقض دار النعيم من السيول العمدة السابق اللي عنده جمعية تيثار ممقط منه الأصبع أنه له يبني طب المرضى أنتم اللي قبتوا علينا إحنا اللي موجودة ومعرفة أرقامنا قوموا على الصفحات المستعارة إذا كان يعطوا لنا الدولة تقبل فيها مجراها علمنا ما بدهم أنتم مصابرين وهذا دوركم كاملين يتقبل منا منكم إن شاء الله على أن إحنا كافيين هذا اللعب اللي علينا علينا جمعيات وعلى ان المرضى يرجوننا والطريقه اللي هي حصروا بها المرضى الدعم ليه نعدلوها يسوى علينا بصوره مريض يسوى علينا بكراع ويسوى علينا بيدو الحروق الحمد لله اللي جات الدوله قالت عن كل اختصاص للقانون الجديد والتراخيص الجديده عن كل جمعيه تبغى اختصاص واحد نحن اخترنا مرضى في الشركه لو بيهم اللي مرضى بالمئات وبالنسبه لمرضى الحروق شفاهم الله الله الدعم متكفل بهم الدوله غير نصهم عليات وعليات ما يقدروا يصبروا كلهم عوره ودائما خسروا صفحاتنا على الفيسبوك دائما فهم 10 مرضى 12 مريض اسره كامله تنصاب حروق مريضه يقال دائما اكثر شيء في بلوك 8 بيوت ودائما عاملين اداء شخصين شخص وشوي شفاهم الله نتمنى لهم الشفاء غير نحن واقف تخصصنا الوحيد مرضى الفشل كلوي بهم الفصل فينا وبينهم بالمئات
على مرضى الحروقات الدوله الحمد لله ما يبقى لي تخصهم شيء. اي مواطن موريتاني نحبسه يداوى قبضه وعنتر يداوى قبضه، معناها نحن تخصصنا الوحيد مرضى البشر الكلوي، وهاني عليه وبيهم اللي مرضى عنده بالمئات، وللاسف الشديد تم واحد يتكلم معاك قال لك رحم عليه ومعاناتهم وقليل انفسهم، احنا لنا سنوات مكابجين به ومن سنوات نطلبوا به. انتم يا المجتمع المدني يا مفوضيه حقوق الانسان رايتوا الجمعيات مرخصهم وزير بسناتيرهم وزير داخليه فلان ولا فلان باط سناتير، حسوا علينا طريتوا لنا قانون ومنصه جديده انكم لا تنظموا العمل الخيري. الساعه جات من الله المنصه ما نظمتوها، ما فتحتوا لي نديروا انشطتنا، ما قربتوا عنا الخلق اللي ما يرتو يطلب، ما عدلتوا لجنه تراقب هذا، ما قدرتكم به الصورة، يا ريتكم تنتفضوا شوي، يا ريتكم احنا المرضى مضارين منه، واحنا مضارين منه، وانتم كمفوضين حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان وعلى المجتمع مضارين منه، انتم ما تقدروا تحوزوا على جمعيات ريتهم مرخصهم وزير بشق لهم في السنة، تي ما راني ترخيص، ندفع اياك الراو، فتحتوا لنا منصة طاح علينا الفرح، علينا لا يجي تنظم كل جمعية مرخصة ذوك ولا يواضح العمل الخيري، حد نشط على حسابه ذوك مسؤول عنه شخص ولا غير جمعيات عندهم طابع خاص. عندهم مقرات دائرتهم وعليهم الدولة، عندهم وجود ثابت في المقر المداومة ما يقدروا يحركوها كلاهم، وياسر من مشاكل، ياسر من مشاقب، ياسر من التعب النفسي، ياسر من الضغط، أنت من المهمول المسكوت عنه، هذا إلى متى؟ إلى متى لا يتم الحد بحد ذاته، ويتم المرضى الموت ينطلب بهم، يليعوا ذويهم ويليعوا نحن اللي قائمين على علاجهم رحمة الله، يتم يطلب بهم حد كعب وصحاح ويقبر فيسبوك ويبقى رقمه. الدولة تابعوا إلى أرقام عرفونا ذي اللي براهم لا يعودوا قاعد ما تصير مطمئن به اللي حد يجي يلمس الصورة مريض ثلاث سنوات مع أنه عنده خلفيات مع أنه ما تم سكوت عنه ولا تم قبول، وإحنا كجمعيات مجتمع مدني ما تنا مطمئنين بين اللي الصفحات المستعارة يجمعوا المال اللي ما معروف من إنجاز يجمعوا المال اللي ما معروف من إنجاز ولا معروف هو من هما، وإذا جيت الشرطة تشكي قال لك كل جمعية يجي قال لك مراد فيسبوك، هذا اذا متى ينطرح له حد، هذا اذا متى انتم المدونين اللي تكتبوا في الناس قاعد اللي موجوده واللي مخبرين واللي ما تقدروا في العمل الخير، رايتم صفحات عرفونا وخلفيتهم من هما، تا ارقامهم ما نشرناها منكم، وقوموا صابوا هبروا وقوموا تدوينكم يزي شيء، اعرفونا ذي الناس اللي تطلب الناس الموتى من هي؟ عدلونا هبا ياك تعرفوا ذو الواقيش من هما؟ لا ما يوعى مع انه خطير بحد ذاته، به اللي حد يقدم بصوره مريض ثلاث سنوات. انا بعد خايف منه به اللي يخلع به اللي عنده اهداف بذا وعنده تتبع له وعنده فطانه له وعنده رصانه اللي قد يحوط صوره مريض متالم مازال كاردها، احنا اللي جمعيات درنا فورتشناتير وفينا منه ومحينا صفحات وفتحنا واحد جديد بين اللي الموتى حرمة الموتى، مع انه ما تقدر صح طول اعماركم بالطريقه ذي العمل الخيري لابد ان نطرح له ضوابط لابد ان يهيشه، احنا ما جينا القانون جمعيات ولا طلبنا اللي رخصنا وقاعدين في مقراتنا، يعلم ولا عنده فد كاترير، ما قد نقيسوا دار نتغدى وخايف يجي ورانا مريض ولا يجي ورانا متبرع، بك لا ما تختر جو الدار ما تختر جو الجمعيه، نضرب لا اثنين، ما لا تقيس الدار تريلاكسي وتتغدى وتستحم وتستراح وتتعطى الاخبار، تمر بالعمل الخير، اما تم في مقرك جاتك الرياح زينه ما جاك شيء بعد انك انت موجود وانك تمارس العمل الخير وكل دقيقه وكل ثانيه مشيه في العمل الخير تعمل ملارمه ولا يهبطك عليها ويدور يعطيك اجرك عليها، مع اللي تقول الناس ما غير الناس تقول كامله شوفوا فاتوا جمعيات سابقا الاسبوع الماضي ما شاء الله نشيطين وبخلقهم ومتابعينهم وقاعدين يجلسوا الوكيل تنص عنا لاقهم، مع ان هذا خطير بحد ذاته، هذا خطير ما هو معدل نحن وحدنا معدل ياسم الجمعيات والمتضرر من المرضى والمتضررين من نحن، وهذا هم الرابحين ذو الصفحات المستعاره كما قلت لكم عنهم خطيرين خطيرين، حد يقد يلبس صوره مريض ثلاث سنوات ثلاث سنوات هو لام صورته عنده اهداف قد يعود عنده عصابه قد يعود عنده خلفيات بالتفطن والثبات على صور المرضى لمهم امبوسيبل عندي حد يعدل حد كامل ما يقد يلم حد صوره مريض قريب ويا صوره حد ما يعرفه، معنى اني مثلا بوجه للامن العام والشرطه الوطنيه في كل فرق منها في كل ارض وكل كوميساريه منها عنهم يقوموا معنا في القضيه وطالب من وكلاء الجمهوريه قاطبه وطالب من رئيس الجمهوريه عنه يعدل حد ذا العمل الخير، عن هاو الصفحات الوهميه اللي يطلبوا يقفلوا تمتص اخبارهم، لان هذا احنا خالعنا كمجتمع ما تن مطمئن الحقيقه هي زينه على انك تتعامل وتمشي، وانا فاتوا فتروني هاو الصفحات من اللي شكيت من ذاك الطفيل من جاطي ريفي، انا مقاوم ماشي في حاني ريفي من الوحده الى الرابعه في المسجد،
وطرحنا الشكايه قبل تشكيله مطفل شكايه مطفل جات وقاسم كوكو يسال اكثر ملف مازال مزروب من الهواء الطفل يوكو كان معناته الاسبوع الماضي يصفي في الطب الكبير شباب الله من برملي طالبكم كاملين انا قلت لكم ايوه واضحه عن شيء كامل كان ما هو مضبوط والله ما هو نمحي عن الصبح شيء ما تتماحي اي محتال لا يتم رقمه فم للامن ولا يتم رقمه فم للذوي المرضاني يشكو منه ولا يتم فم رواد العمل الخيري والمدونين لعل وعسى لعلنا لا نعدلوا نحن فتنا جينا وشربنا التجربه وقالنا انتم الجمعيات ما يعنيكم هذا قال من الوكيل بصورته دي وشكرا له والحمد لله على التجارب عن الدنيا فور التجارب عن احنا ما كنا عارفين موقفنا منه وقال اني شو مريض عندنا مطلوب به وقال لي قد شكي منه لاهل المريض والله حد متضرر كي زاد متبرع ونحن ما يعنينا ولا علينا ليه نبلغوني شو الصفحه مريض قطينا درناه والله نعرف وعلي صفحه محتاجه لان شلون نشر قامه والله ولي التوفيق وكيف ما تعرفوا على الحاليه عندنا حالات فيهم المرضى اللي عندهم جار ما فاتوا خلصوا فيهم مريتين كل عنده فحص في الانكولوجيا وفهمونا عن المرضى يعني داركم بالصوره اللي يقول واحد انتم قبل ما تصوروا المرضى يوجع القلب هذا حتى يوجع القلب اللي يموت مرض يدور هذا هو اللي يوجع القلب ونحن طالبين وكتب طالبين وبوشوه نحن حتى كامل قاعد يتكفل حاله من الحالات اللي عندنا يدخل صفحتي الاحسان مساعده المرضى والله يقضوا مع صفحتين دور شغل مبارتاجي تقبل منهم ان شاء الله باب المساواه.